اللاعبين الكبار داخل الفريق كباتن الفريق لازم يبقى في اجتماعات مستمره وفي كلام وبس الروح والكل يتكلم مع بعض، وده مهم جدا جدا جدا. في شغل فني مع المدير الفني، في اجتماعات فنيه، في كل حاجه، لكن انا اثق في اللعيبه اللي موجوده اللي عندها خبرات ومرت بالمواقف الكبيره دي. بنتكلم عماد متعب، شريف اكرامي، حسام عاشور، مش عايز انسى حد، احمد فتحي قلب الاسد، لعيب بيقاتل، لعيب منتهى الرجوله، وده مش راي كل الاهلاويه، كل اللعيبه رجاله للامانه. كمان عبد الله السعيد، كل اللعيبه الكبيره مهم جدا تتكلم. جزء كبير ومهم في عالم كره القدم اللي انت تتكلم مع زميلك داخل وخارج الملعب، والحاجات دي بتدي ايجابيات كبيره وبتبث روح الموده والمحبه. ممكن يبقى فايتك معلومه زميلك يحمسك. كمان عايز اتكلم في نقطه مهمه، في بعض الماتشات بشوف حاجه سلبيه ومش عايز حد يزعل مني، وده دور كابتن الفرقه اللي بيبقى في الملعب. لما يبقى فيه الحكم متحامل ما ينفعش اللي انا اقف اتفرج عليه ايديا ورا ظهري واروح اتكلم معاه بمنتهى القوه. مش منتهى القوه اللي انا اخرج عن النص، لان احنا ولا بنتعلم كده داخل النادي الاهلي ولا بنعمل حاجات خارج النص، يعني طبيعي العصبيه ما تبقاش موجوده، لكن منتهى القوه اللي هو يبقى فاهم اللي فيه كابتن الفرقه بيكلمه، ولما يكلمك انت بتشاور له انا كابتن الفرقه انا اللي بكلمك. لكن ما يبقاش فيه بعض الاخطاء، خطا واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واسيبه عادي وما اتكلمش معاه. لكن بفهمه لما انا بعمل كده وبروح اتكلم معاه، دي نقطة مهمة. كمان كابتن الفرقة لما يلاقي الفريق بيقع نفسنا والفريق اللي قدامي، يقوم الفرقة بصوت عالي، بصوت عالي يتكلم مع كل اللعيبة في المراكز. لو في بيضيع الوقت حارس مرمى زي ما شفنا المباراة اللي فاتت، بيضيع الوقت حارس مرمى الترجي، اجمع لعيبتي بسرعة في وسط الملعب. لازم نقوم أكتر من كده، لازم نقاتل على الكور المشتركة، يبقى في صوت عالي نسمعه كلنا عشان تحمسنا معاك اللي معاك في المدرج واللاعب بيتفرج في البيت. لكن الهدوء اللي زاد عن اللزوم والامور بطبيعيه بسيطه دي ما ينفعش في المباريات الكبيره، لان انت بتقابل خصم عنيد وخصم محترم وفريق بيركز بشكل كبير وبيلعب كره جماعيه محترمه. لازم ندي الخصم حق. دي نقطه بس اتمنى اللعيبه الكبيره تبقى سامعاني، وخصوصا اللي يحط الشاره على ايديه سواء متعب او عاشور او ايا كان مين اللاعب. دي حاجه لازم تبقى موجوده وكلنا نشوفها، كلام بصوت عالي مع لعيبتك داخل الملعب لما الريتم يهدى شويه، انت اللي تفوقهم، انت اللي تصحيهم، انت اللي تقول الكور المشتركه يا جماعه في ايه كده، لو حتى لو هم كويسين، حتى لو ده بيحصل من وقت للتاني في المباريات دي لازم نعمل كده. انا قلت عنوان حلقتنا النهارده المستحيل مش اهلاوي، لان عندنا ثقه كبيره جدا جدا في نجومنا، وكل الجماهير متفائله، وكل الجماهير الاهلاويه اللي بتحب ناديها، حتى اللي كان غضبان النهارده بيشجع كل لاعب. كلنا ورا شريف، كلنا ورا حسام عاشور، كلنا ورا الفريق. ده كلام محترم. اسمحوا لي هخرج عن سياق الحلقه لمده 5 أو 10 دقائق، لان احنا دوله الظلم مش هتبقى موجوده على اي حد، حتى لو هو في يوم من الايام انتمى للنادي الاهلي، بس لما حد يجي معانا هنا في البرنامج ويقول كلمة حق ينصر بيها الحق تلاقيه بيتوقف وتلاقيه بيتاخد ضده قرارات. لكن لا، دور الإعلام اللي يقول لكل الناس شوفوا الحقيقة فين وشوفوا الدنيا رايحة فين وجاية منين. صحينا امبارح على خبر مهم جدا، الكابتن حماد المصري تم وقفه أو تجميده ومن غير ما يتحقق معاه ومن غير ما حد يقول له أي حاجة. كل ده ليه؟ كان معانا الراجل قال كلمة حق. تعالوا مع بعض. وهنا مرة تانية وتالتة ومليون ناس كتير اتهمتنا في كلام مش مظبوط، ناس كتير اتكلمت عننا كلام مش مظبوط، ناس كتير بتقول موقفكم ليه اللي انتوا داعمين ومساندين للنادي الاهلي؟ كان غريب جدا بالنسبة لنا. وكان صعب جدا بالنسبة لنا. تخلى عن نادينا؟ نضعف موقف نادينا؟ الكلام اللي هتشوفوه النهارده صدقوني يستحق اللي انتوا تقفوا قدامه مليون مره. تعالوا نشوف تصريحات الكابتن حماده معانا قال ايه للي ما شافوش، في ناس كتير شافت وغيرت مواقفها. تعالوا نشوف كابتن حماده الاسبوع اللي فات كان معانا قال ايه
وليه الناس وقفته والكلام ده كله. هنعرض بعد شويه كل حاجه وهنتكلم في كل حاجه، بس نروح نشوف تصريحات الكابتن حماده المصري معانا هنا عضو اللجنه الاولمبيه. عضو اللجنه الاولمبيه قال كلام خطير وكلام مهم وكلام فيه كلمه الحق. تعالوا نشوف. احنا ما قعدناش مع بعضينا عشان نشوف ملف النادي الاهلي. في فرق النهارده اللي قرار طلع من خلال اللجنه زي نادي. خد بالك عشان بامانه ما نظلمش المهندس هشام حطب اللي عمل اللائحه. مين اللي عمل اللائحه؟ الوزاره اللي عمل اللائحه. الوزاره. احنا ما عملناش حاجه. الوزاره اللي عملت اللائحه دي احنا بصمنا عليها في ساعه كان قبل الفطار. انا بقول لك اهو بالظبط كده، حتى حاولنا نتناقش مفيش وقت. مفيش وقت، خد بالك مفيش وقت. الوزاره بص عشان ما نظلمش المهندس هشام حطب واللجنه الاولمبيه يا جماعه. احنا يا جماعه في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنسيقا ما بين الوزاره والمهندس هشام حطب. احنا عملنا مشكله ليه؟ احنا يعني انا بسال سؤال، النادي الاهلي النهارده ما عمل 160,000 عمل على اليومين، ايه المشكله؟ هو النهارده ايه اللي يمنعه؟ هل القانون يمنع؟ لا خلاص هديك انت قلت. انا عندي ماده في اللائحه او ماده في القانون تمنع اي انتخابات على يومين؟ عندك؟ لو عندك يبقى انت تعديت القانون، يبقى انت غلط. لو ما عندكش يبقى انت حر، انت بتعظم دور جماعه عموميه. والكلمه كلمه جماعه عموميه هي صاحبه الكلمه. الله، مش احنا عملنا لجنه ثلاثيه عشان تدير الرياضه في مصر في ظل غياب القانون؟ طب احنا النهارده ما فيش لجنه ثلاثيه، عندنا قانون. وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفتره اللي كان موجود فيها، وبنشكر المهندس هشام حطب والمهندس خالد عبد العزيز، كلهم ناس محترمين واداروا الفتره بحنكه وحاجه جميله جدا. عندنا قانون، طب ما نطبقه. وفي حاجات ما ينفعش تقالها، ما ينفعش تقولها، ما ينفعش تعداها. لكن في الاول وفي الاخر، هل النادي الاهلي يا جماعه النهارده واللجنه الاولمبيه الصراع ده جاب حاجه؟ يعني ايه الصراع ده؟ يعني انا كل التلفزيونات داخله اهلي ولجنه اولمبيه على ايه؟ على ايه؟ على يومين؟ على ايه القصه؟ هل الاهلي النهارده اخترق القانون؟ اخترق اللوائح؟ ما احنا عايزين نعرف، بس لو في كده قول لي يطلع لجنه اولمبيه وانا عضو فيها بيان عشان انا ابقى ساند. الاهلي اخترق القانون بماده رقم كذا او البند رقم كذا في كذا كذا كذا، فبالتالي انا اقول الاهلي انت غلطان. لكن النهارده الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بيعظم دور جماعه اموية. الله، انا عاوز النهارده 160,000 يكونوا موجودين يا شادي عشان يدلوا بصوتهم في الجمعيه، عايزين نحب بعضنا يا شادي. عندنا مشكله خطيره جدا. انت هتعرف لو في لقاء حصل، لقاء بموده وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنه وبين الاهلي، خلصت القصه. خلصت. انا بقول لك في عناد من اللجنه الاولمبيه وفي تكبر من النادي الاهلي. على ايه؟ يا جماعه احنا عاوزين نتحمل مسؤوليه. لو انا اخدت النهارده قرار مع بعضينا، احنا كلنا موافقين على القرار ده، لكن في قرار بتاخد انت مش موجود، فبالتالي انت ما تعرفش عنه حاجه. ايه راي حضراتكم؟ موقف الاهلي مش سليم. بالمناسبه في اللواء جاسر رياض كان قال نفس الكلام وما توقفش، وكان في الدكتور علاء مشرف مشارك وما توقفش، لكن لما ظهرت كلمه الحق اقوى واقوى واقوى لازم يوقف يلا بسرعه قبل الراجل ده ما يظهر تاني. الراجل سالناه سؤال واضح، مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه؟ قال لك الوزير، كنا بنقول لكم كده ومداخلات في كل مصر. وفي الاخر لا، الاهلي متعاند، الاهلي ضد الدوله، وتطلع تصريحات رنانه كلها كده. والنهارده الاهلي هو اللي موقفه سليم، ادي الكلام. الراجل كان موجود وقال لك جينا وبصمنا. الراجل جه قال لك كلمه الحق، قال كلمة الحق في وقت انتوا مش عايزين تسمعوا حق، في وقت انتوا مش عاوزين تسمعوا حق. قال لك جملة مهمة قوي كنا بنقولها، تعظيم دور الجمعية العمومية، دور اللجنة الأولمبية، اللي احنا ازاي نخلي نسبة قاعدة المشاركة. عارفين الكلام اللي احنا بنتكلمه دايما، توسيع قاعدة المشاركة، الشباب ليه دور، مش عارف الجمعية العمومية هي اللي تقول من تجيب مين وتمشي مين، الجمعية العمومية لازم يا جماعة نعظم دورها أكتر من كده، ما صدقنا القوانين طلعت. عارفين اللي هي إيه؟ كلام من وإحنا عندنا 6 سنين بنسمعه، وتيجي على أرض الواقع ما يتنفسش منه أي حاجة. وقفتوا كابتن حمادة ليه؟ حد يقول الموظفين اللي شغاله في بعض المناصب داخل اللجنه الاولمبيه
مرتباتها عليت ليه عشان بتعمل ايه؟ هنقول كل ده، لكن الاهلي عنده ماتش هو ده اللي منعنا نتكلم في امور كتير. فموظفين كان بياخدوا 10,000 جنيه في منصب معين تلاقيه 25,000. عشان اتجاهك ضد الاهلي برافو عليك، كمل وشوف، وقف حماده المصري واقعد مع اللواء جاسر الرياض، لو اتكلم تاني هيبقى في مشكله. سقط علاء حسب الله، الدكتور علي حسب الله في الانتخابات سقطوا عشان ممكن مش هيبقى معانا، ده محسوب على المستشار خالد زين، فلا ده ممكن يبوظ لنا الدنيا ويبوظ لنا اللعبه، صدقونا فاهمين. طب اقول لكم على حاجه وخليكم فاكرين كلامي، ربنا يستر على اللواء سامح مباشر في انتخابات الجودو عضو اللجنه الاولمبيه. عارفين ليه؟ عشان برضه مش تبع، مش محسوبين، ما بيقولش تمام يا فندم، ما بيقولش اتفضل يا فندم، انا معاك يا فندم، خلاص. فاوقف حماده المصري ده عضو لجنه اولمبيه كدب، قلت له موقف الاهلي قانوني زي ما حضراتكم شفتوا، قال لك موقف الاهلي قانوني 100%، عايز 160,000. افرض الناس دي قررت اللي هي تروح، مش 15,000 اللي راح، فايه المشكله؟ يوم قال لك ايه المشكله؟ يوم ولا يومين ولا 3 أيام ولا اسبوع؟ ما عندناش حاجه تمنع في القانون. انتوا عاوزين ايه؟ ما تسيبوا النادي الاهلي. وغير